إلى ذلك انفجرت أبوة ناسفة أمام قسم الأحمر في سوق الحصبة المركزي دون أن تسفر عن أي خسائر في الأرواح. وأوضح مراسلنا أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى أماكن الانفجارات لجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات في هذا الحادث الإرهابي الجبان. في غضون ذلك أكد مصدر أمني أن منفذي العمليات الإرهابية والإجرامية لن يفلتوا من العقاب وسيتم ضبطهم وإحالتهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل جراء ما اقترفوه بحق الوطن والمواطنين.